الدار دارك قاعده متحوفه. دار دارك فنون الطبخ الجزائري وسر المطبخ الوهراني. الدار دارك جمالك واناقتك واكثر من ذلك لك انت سيدتي. تيتاني من 10 ل 11 مرحبا بك. الدار دارك. الدار دارك. السلام عليكم ورحمه من الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصتكم العائليه دار دارك. وسيله نور الهدى ترحب بكم. حكيمه ودليل زايد في الهندسه التقنيه. دار داركم وسيله ضيف عندكم. واليوم ترافقني الحصه شاف فاطمه. شاف فاطمه اللي نرحب بها ونقول لك مرحبا بك ونورتينا. يسلمك حبيبه. مرحبا بك انت ثاني وصباح النور طقم اذاعه الباهيه ومستمعينا الكرام. نتمنى ان شاء الله يكون نهار مبارك عليهم ان شاء الله يا رب. بدايه اسبوع موفق. شكرا لك. شكرا لك على الحضور وكاع اللي راهم يسمعوا فينا. نقول لكم مرحبا بكم ونهاركم مبروك. اذا لبينا الطلب المستمعين والمستمعات حبوا كثير الحصه اللي درناها. الحصه للامهات والماكيتات بالبيت اللي يحبوا يسترزقوا ويعملوا حلويات ويبيعوهم. اذا شاف فاطمه راح تعطيكم وصفات اقتصاديه وصحيه وما تكلفش كثير باش تقدر المراه الجزائريه المراه الماكيته في البيت تقدر تصنعها وتبيعها للمقاهي ولا تبيعها تسترزق بها حتى للعائلات هكا يجوا عندها وتقدر تبيعها بالمقادير اللي تكون عندها في المنزل. نعم. شروط مقادير. احنا درنا وصفات في هذه الشهر هكذا درنا تقليدية. نعم وصفات اقتصاديه. درنا البراج. درنا البسس كاع الصويلحات كاع اللي تقليديه ما تكلفش كثير وتقدر تبيعهم المراه الماكيته في البيت. اذا من بين الوصفات اللي جبتيها لنا اليوم جبت وصفات كثيره. كاين حلوه اللمبوط الطورنو كاين الغريبيه اللي دوموندي بزاف ثاني كاين لي بات ثاني بات سوفلي بات بيتزا. مهم ما حتى لي سالي. واه لي سالي ان شاء الله ان شاء الله تقدر ثاني تحضرهم وتبيعهم. واه راهم دروك راهم كاينين واحد لي بواط يتباعوا جيتال تحطهم فيهم باه ما يحافظوا عليهم ما يتهرسوش يقعدوا يطيحوا. واه وتبيعهم للحوان يتبيعهم ويشدوا هذوك كيكونوا مبلعين مليح يقعدوا. انا شفتهم حتى في السوبرات. واه بيعوهم سوبرات يبيعوهم حتى الجزاره بيعوهم كاع بارتو وملاح ثاني تسترزق منهم. شاف فاطمه احنا نمدوا لهم هذه الوصفات وغير بشويه بشويه يديروا مشروع صغير مصغر وعلى الله ان شاء الله ربي يوفقهم ويكبر ذاك المشروع ويدخل لهم ربح كبير ان شاء الله وينجموا يعاونوا ويعينوا العائله تاعهم ان شاء الله وعلى بركه التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. اولا نبداو في حلوه اللمبوط. عندنا 5 حبات بيض كاس سكر كاس زيت مغرف صغيره لافاني رشة ملح وزوج خميرة الحلوة. أعيد المقادير. نعم. 5 بيض كاس زيت كاس سكر مغرف صغيرة لافاني رشة ملح وزوج خميرة الحلوة ولموا بطبيعة الحل بالفرينة. هنا لاباط تجي شوية طرية تلصق في اليد. نعم. كي نلموها نخلوها بجهة ونحضروا تاعنا الماشينة ديك تاع اللحم تاع بكري وسيلة. هذيك تاع واللي اللي تكسف الطابلة هكذا. فوالا هذيك. نعم. يقلعوا لها القدامي تاعها يبلاصوا لها اللمبوط كي نقولوا احنا. باسكو باليد تجيها صعيبة في الماشينة تجيها خفيفة بالخف. تقدر ديرها بلا بوشادوي ودير اللمبوط. تجيها شويه صعيبه بصح بالماشينه باسكو هنا لاباط ما تجيش كيما تاع لي بيتي فور ولا تجي شويه قاسها عليهم. صح. وتشمخ يدها بالزيت وراهي تخدم بيدها باليد الاخرى راهي تخرج في العجين. نعم. واليد اللي مشمخه بالزيت راهي تلاقي الكاطو كيخرج. ما تبغي ما يلصقلهاش. ما يلصقلهاش. تبغي ديرها دائري وتبغي ديرها هكا طويل وتحطها في البلاصه سبيعات. واه كسبيعات تحطها في البلاصه تدخلها في الكوشه تكون محميتها من قبل هنا تحمره باه يجي يقرمش. صح. ما تخليش فوالا ما تخليش ابيض. نعم. انما دابيها تحمره ومام كي تحمره يشد مده طويله. وهذه هي الوصفه تاعها خفيفه وسهله وتعمرها ديرها في هذوك الاخرين اللي قلت لك العلب اللي يتباعوا وتربي لها الحوانيت وكاع وبالتوفيق ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. اذا كانت معكم شيف فاطمه وعطتكم وصفه جميله اللي تقدري اللي تسمعي فينا راكي ماكيته بالبيت ما عندكش عمل تقدري ديري هذه الوصفه. الوصفه تاع حلوه تاع اللمبوط اللي تشد وقت كثير. ما تخسرش كاع تبيعيها ولا ديرها في الاكياس ولا هكا ما تخسرش وتسترزق بها ان شاء الله يا ربي. شكرا ربي يوفقك. العفو حبيبتي. ودائما مع الحلويات الاقتصاديه من حلوه تاع اللمبوط نعاود نولي الكاطو اللي من جداتنا وحنايا ما مليناش وما كرهناش ونحبوا بزاف ناكلوا به نفوتوا به لاتاي والقهوه هو الحلوه تاع
طورنو طورنو محبوبه الجماهير. اذا قبل ما نديروا الوصفه تقول لنا دليله فيه مكالمه. ام محمد صباح الخير. مرحبا بها. الو صباح الخير اخت وسيله. صباح الانوار مرحبا. راني فرحانه والله العظيم لي سمحتك وسمحت صوتك والله العظيم. ربي يخليك والله يحفظك. وانا مسروره كاع بالمستمعين والمستمعات اللي يحبوني وانا نحبهم في الله. وصفاتك كل هجمي لو يعطيك الصحه. شكرا لك حبيبتي. تفضلي خصك حاجه نعطيك وصفه. حبيت نسالك اخت وسيله يعني على العلب البلاستيكيه. نعم. يعني مره ما كان نكون جلو فيها بعض الاشياء. ايه؟ والعلب اللي نشريها انايا من الاسواق يعني فيها رقم 5 يعني صالحه للمواد الغذائيه. ايه؟ يعني واش تنصحيني؟ شوفي العلب هذوك لي بواط ايرميتيك باش ديري فيهم الخضر ديري فيهم النعناع. بون انا معليش انقطعت المكالمه ولكن راح نجاوبك. قعدي معايا في الاستماع. صباح الخير. صباح الخير. مرحبا شكون معي؟ معك الاخت فاطمه نزيك. مرحبا بك اخت فاطمه وتحياتي كبيره نزيك. وانا يا تحياتي ليك وللضيفه الكريمه. وراني نتقارى فيها باش نعطيها السؤال وتعطيني الوصفه. راني مجد الورقه والقلم. راهي تسمع فيك شيف فاطمه تفضلي. بغيتها تعطيني الوصفه تاع التيفوخ كيما تاع المخبزه راهي هدايا ونصنعها وما تجيش كيما من نشريها. مالا راح تعطيها لك قعدي في الاستماع. بصح التيفوخ بالزيت والمايزينا واختي ما كاينش مشكل. اقتصادي ما يكلفش بزاف. ما عندناش دراهم بزاف. اقتصادي راكي عايشه للدار والصباح والقهوه. نعم شكرا لك حبيبتي قعدي في الاستماع. تحياتي بارك الله فيكم. نهارك مبروك. الله يسلمك. ونعاود نوليو للشيف فاطمه تعطينا الوصفه ومن بعد نجاوب على حبيبتي المستمعه الحبوبه اللي قالت على لي بوات ارميتيك. دوك نجاوبك وعلى تاع لي بتي فور ثاني نكملوا المكالمات نكملوا الوصفه ونعاود نجاوبهم. تفضلي فاطمه. قلنا نروحوا للطورنو لسيد المائده وكاع يبغوه وهي قاطو خفيف بزاف مليح للقهوه للاتاي وما يخسرش مهما يقعد ما يخسرش. نعم. اولا عندنا 6 حبات بيض. عندنا نص كاس حليب كاس زيت كاس ونص سكر 3 خميرة الحلوى مبشور الليمون. نعاودو المقادير. نعم. 6 بيض. ايه؟ نص كاس حليب. ايه؟ كاس زيت كاس ونصف سكر مبشور الليمون زاز دو سيترون و 3 تاع خميرة الحلوى ورشة ملح. نعم. هذه دائما في الحلوى. نعم هذه وصفة تاع الطورنو. الطورنو نخلطوا البيض مع السكر مليح حتى يذوب بالسكر تاعنا. نزيدوا لهم الزيت نزيدوا مبشور الليمون ماذا بها تكثر مبشور الليمون راه تخلي الليمون راه متوفر تكثر وتنشف بالفرينه ودير مع الفرينه تكون مغربلتها دير لاليفور تاعها وتلم العجينه. هنا كي تبسطها فوق كيس بلاستيكي ماذا بها غير باليد ماشي بالحلال باه تجيها خفيفه باسكو الحلال كي شغل يدكها تجي من الداخل هكا كي شغل معجن بصح كي تبسطها غير باليد تاعك هذه استوس هذه يجي خفيف. نعم. وتقطعها بالطوابع تاعها من الفوق دير صفار البيض دير معاه شويه قهوه سريعه الذوبان. نعم. وديت شويه تاع عسل يمد لها لا دوغيو هذيك فوالا هذيك. نعم. وتطليه من الفوق تبغي دير السكر تبغي دير الجيجان هي حره وتكون مسخنه الفور تاعها وتدخلها يطيب. هذه هي وصفه سهله وخفيفه جميله. نعم. اذا شكرا لك كانت وصفه اقتصاديه ما تكلفش كثير. تقدري اختي ماكيتا بالبيت تقدري ديريها وتبيعيها وديرها لوليداتك ثاني وتشد كاع في الوقت. حنا دائما نهضروا على العلب البلاستيكيه. حنا نعرفوا انه الحلويات باش ما ديريهمش في العلب البلاستيكيه. بكري نعقلوا على امهاتنا يديروا في الطاجين تاع الفخار يديروا في تاع الحديد كيما القريوش ولا الغريبيه ولا السامسا كون ديريها في لابواط ايرميتيك تتعجن. اما لا دو بريفيرونس حنا دائما نديروا الطاجين نيشان نبلعوا هكا القريوش باش تقعد هذيك يقعد كروستيان الكاطو باش ما يتنداش وثاني يقعد مليح. ولكن العلب هاد لي بواط ايرميتيك لا باغي ديريهم اختي المستمعه في الثلاجه. شري كاين غير بلاعات راهم يتباعوا بيسكو عندنا حنايا اليانات ولا البلاعات راهم جايين كي السيليكون دوك نقدروا نديروهم للنعناع كيما ذكرت في الحلقه من الحلقات اللي فاتوا ذكرت انه النعناع والقصبر وكاع هذا الحشيش الاخضر باش يقعد لك هكا في لابواط ايرميتيك ديري الاسويتو نديه شويه رشي عليه شويه ما في القاع تاع
على بواط وديري النعناع تاعك ولا المهنوس تاعك ولا كاع ميم السلطه الخضراء تكوني منقيتها موجدتها وتعاودي ديري ورقه تاع اسويتي ومن الفوق تكون منديه وبلعي لا بواط تاعك دونك كاع صوالحك يكونوا ملاح وواجدين. الفلفله تحبي تقطعيها ولا ثاني ديري ثاني هذيك الاسويتي يكون مندي. اذا العلب اختي المستمعه تاع هذيك نيميرو 5 ثاني مليحه وحتى العلب الاخرين عندهم ما في دونك حنا غير نشوفوا نقولوا جوده مليحه ولا هذه. وكاين حاجه مليحه اللي راهم يتباعوا اون سيري تاع بلاعات وحدهم. هذوك البلاعات هي الحاجه اللي راهي انتريسونت في هذا الوقت دونك راهي راهم في الاسواق يتبلعوا اليان تاعك تاع تاع الزداج هذوك لي سالاديير الطواجين دونك كل شيء. نعاودوا نوليو ليك بور لي بيتي فور مستمعه دومونديت لي بيتي فور بصح بالزيت حاجه اقتصاديه نعم. هنا راني غادي نعطيها هنا المقادير تاع كميه قليله نعم. وهي تضاعفها نعم. عندنا اولا عندنا حبه بيض كامله صفار حبه بيض نعم. نص سكر عادي كريستاليزي نص كاس سكر عادي نص كاس زيت لافاني ماذا بها هنا لافاني شوفي كاين الاخت وسيله لافاني تاع الميزان تجيب بنتها قاطعه كما كي يخدموا لا خدموا هكا للتسويق ماذا بهم يشروا تاع الميزان تاع الميزان خير تنقام لهم ما ريحتها من بعيد تنقام لهم اقل تكلفه وثاني تجي البنات تاعها مليحه نعم. هذاك دير هنايا دير نص مغرف صغيره تاع لافاني ودير ربع ملعقه لكانت باغيتها يخرج لها خفيف كيما تاع برا ربع ملعقه محسن الكيك صح محسن الكيك راهي تباع اون بواط تباع اونتر 20000 حتى 25000 وتقطع ملي باسكو محسن الكيك يديروا غير ربيعه هكا دير ربع ملعقه صغيره ماشي وهنا هذا السير غادي يخرجها لها خفيف ويخرجها لها كي تاع برا نعم. هنايا نكونوا مخلطنا المقادير كاع الاولى نخلطوها ماذا بها بال نعاودوا غير المقادير عندنا حبه بيض كامله وعندنا صفار حبه بيض نعم. عندنا نصف كاس سكر عادي نص كاس زيت ملعقه نصف ملعقه صغيره لافاني وعندنا ربع ملعقه صغيره محسن الكيك صح. وهنا تخلط كاع المقادير هادو بالخلاط الكهربائي حتى تشوف الضعف الحجم تاعهم. هنايا كي دير محسن كيك غادي تشوف الاخر تاعها الخليط تاعها راه بياض والضعف كيما تاع الباتجين كيما تاع الجينواز نعم غير كيف هنايا تكون مغربله الفرينه مع الخميره دائما حنايا نغربلو الفرينه باش ندخلو داك الهواء والكادو تاعنا والحلوه تاعنا ماذا بيها نغربلوها مرتين حتى ثلاث مرات ماهري شوفي هنا كي تجيب الفرينه تاعها كاين راهم كاينين لي بواط كبار بزاف تغربلهم دو فوا ولا ديك الفرينه تاعها في القصعه وتعمرها في لابواط وتقفلها كي تبغي تخدم بها تلقاها واجده ما تبقاش تجبد في الاواني وتكثر على روحها الصوالح وكاع. هنايا تزيد دير نص كاس تاع مايزينا وتكمل بالفرينه تلم العجين تاعها ودير كيس تاع خميره الحلوه نص كيس باسكو يكون دير كيس كامل راه غادي هذوك الخطوط تاع لادوي تاعها ما يبانوش. شحال نديروا لخميره الحلوه؟ نص كيس واه باسكو كيس فيه كاين 8 غرام كاين 10 غرام دير نص تاع. احنا من بعد عندنا مشكله تاع المقادير من نكملوا هذه الوصفه عطينا باغ اكزومبل احنا نقولوا 100 غرام شحال ديري بالمغرف ولا كاين ماشي قاريين راهم يسمعوا فيا بزاف الناس كبارات ولا كاين كاع ماشي قاريين ما يقدروش يديروا الحسابات تاع ولا كاين اللي ما عندهمش ثاني امكانيه يشروا ميزان ولا نعم. نعطوهم غير بالكاس والمغرف ان شاء الله يا ربي ما كانش كاع مشكل. قلت هنا تدير نص كاس تاع مايزينا ودير نصف كيس تاع خميره الحلوه وتكمل بالفرينه. هنا العجينه تاعها راه غادي تجيها طريه ما ديرهاش قاس باسكو راه كنت قصحها غادي تغبنها كنت تخرجها في الكيس الحلواني في لابوش ادوي ميم مع المايزينا تزيد تزيد ديرها في لابوش تاعها وتشكلها اما سبيعات اما هكا كي دي روزاس ولا كيما حبت في البلا تاعها دخلها الفرن تكون محميتها من قبل كي تخرجها كي تبرد تماما لا بغات ديرها للدار تلصقها بالمعجون ولا بغات ديرها للتسويق ماذا بها تلصقها بلا جولي دونك لا حبه اختي الكريمه تسوقيها تبيعيها ديريها بلا جولي تلصقيها حبه في حبه ولا في الدار ديريها في المعجون بالكونفيتور وتبقى تدخل لوبو تاع داك الكاطو تاعها في الشوكولا. يعطيك الصحه شكرا لك رائعه بالتوفيق وصفات رائعه شكرا الله يسلمك.
يلتحقوا بنا اللحظة نقول لكم نهاركم مبروك وأسعد الله أوقاتكم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. مرحبا بكم في حصتكم العائلية دار دارك، معكم دائما وسيلة نور الهدى، تحييكم حكيمة ودليل زايد في الهندسة التقنية وضيفتي الكريمة فاطمة، شيف فاطمة اللي عطاتكم وصفات رائعة للمرأة الماكتة بالبيت اللي تحب تسترزق، ما عندهاش عمل، تحب هكا تبيع غير لجوارينها ولا لعائلتها ولا القهاوي هكا، وباش تاني تحسن باش دير مشروع تاني غير بشويه بشويه، عطاتكم وصفات اقتصاديه ما تكلفش كثير، حلوه تاع اللمبوط، طرنو، لي بتي فور، واش عطيتيهم تاني؟ عطينا طورنو، لي بتي فور، عطينا حلوه اللمبوط، دروك نعطيها الغريبيه. نعم، عدم في انتظار مكالماتكم الهاتفيه على الارقام التاليه 041 84 87 22 الى غايه 25، اعد الارقام عفوا 041 84 87 22 الى غايه 25. تفضلي فاطمه. الغريبيه عندنا ثلاث عبار فرينه، هنا تعبر هي شوفي لكات مبتدئه ماذا بها تعبر غير في الكاس تاع الماء. نعم. ولا كانت يدها مشات في الكاطو كاع تعبر بغرفيه ولا زلافه ولا هي حره. نستقبلوا مكالمه ونولي لك فاطمه. ام خلود صباح الخير. صباح النور، صباح الاخوات لاله. لاباس، مرحبا بك. يسلمك يا راه الاخت لها معك. مرحبا بك حبيبه. يسلمك. الله يخليك. شوفي بغيتك تعطيني الوصفه نتاع العسل هذاك اللي يخدموا به النوكا تاع الجلوكوز هذا. العسل اللي يخدموا به؟ هذاك تاع الجلوكوز اللي تبعتي لي بواط. راهم يخدموا به النوكا ويخدموا به عجينة الصفار. العسل المنزلي اللي العسل المنزلي اللي فيه الشب وفيه فيه السكر. لا 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 ماشي منزلي، قلت لك اللي تبعتي لي بواط كيما بواط صغار كيما عجينة السكر كيما هذا. راح نشوفه ومن بعد نعطيك وصفة صحيحة 100% حبيبتي. إن شاء الله. واه والله يخليك، أنا بغيت عجينة بصح ماشي بالبيض، بغيتك تعطيها لي عندك طريقة واحدة أخرى. عاود العجينة العجينة تاعش. تاع السكر. عجينة السكر؟ واه ما كاش مشكل. صح، شكرا على المكالمة. نعم، اللي عندك الوصفة ما تكونش بالبيض، خاطر انا عندي الوصفة تاع نديروها بالبيض. ان شاء الله اختي، ان شاء الله ما كاش كاع مشكل. ان شاء الله، تحياتي. تعطينا الاخر الفيسبوك تاعك اللي عندك. ان شاء الله. جاتو فيفي الفيسبوك تاع سعاء تاع شيف فاطمة. جاتو فيفي اف اي اف اي. عاودي لك ثاني. جاتو جاتو ديري كتبي جاتو جي ا تي او ا يو اكس باينه، وفي في اف اي اف اي تلقي الوصفات اللي طلبناها اليوم ان شاء الله. راح نقولها الفوطو باسكو كاين الحلويات على الخط. وعاودي هذه الخط الريزو راهي تعبانه. نعم، راح نعاود الفيسبوك تاع الشيف فاطمه. تحياتي، شكرا. إذا نعاود نوليو للشيف فاطمة مع الوصفة الأخيرة، وصفة غريبية غريبية، ومن بعد نعطوهم المقادير إن شاء الله يا رب. نعم. قلنا ثلاث عبار فارينة، عبر سكر رطب، عبر الزيت. هنا هي حرة، كاين اللي تبغي دير غير الزيت وحده كما كانوا يديروا بكري، كاين اللي تبغي تخلط ما بين مارغارين والزيت ورشة لافاني ورشة ملح تانيك، تخلطهم مع تخلط الزيت مع السكر مع لافاني مع الرشة تاع الملح وتلم بالفارينة. هنايا العجينة كي شغل غير تبسس هكا وتزيرها بيديها، دير حبات ما بين 30 حتى 35 غرام، تخدمهم مليح كي شغل هكا تطلعهم كيما موالفين نخدموا يجوا كيما لي فولكون هكا يجوا شويه عاليين، وتعمل ثقب من الفوق ودير عليه شويه تاع قرفه وتدخلها. ما ديريش القرفه في العجينه. لا لا، هنا راه باغي تسوقها ماكش راهي تاكلها. نعم. في الدار. نعم. كاين اللي ما يبغيش القرفه. نعم. بزاف كاع من الفوق ينجم هكا يزيد. انا في البيت نزيد شويه كاوكا ولا مكسرات ولا هكا نديرها في العجينه باش زعما تبنن مليح، ولكن للتسويق باش تكون زعما باش اقتصاديه ما تكلفش روحها وكاع. حنا ماذا بها رانا نعطوها ابسط الوصفات. يعطيك الصحه فاطمة، عطيتي وصفة جميلة، وصفة تاع تورنو لي بتي فور الغريبية زعما حلوة تاع اللمبوط اللي معروفة كاع. إذا نعاودو نوليو للمقادير، كاين بزاف من نقول له باللي 200 غرام تقولي شحال هكا بالمية، شحال من المغرف، شحال، عطيلهم هكا أستوس باش يعرفوا يعبروا ويديروا الحلوة إن شاء الله يا ربي. هنا رانا غادي نعطيكم أولا المواد السائلة يدخل فيها الحليب، الماء، العصائر. نعم، المواد السائلة كاع توسكي ليكيد. فوالا. نعم. عندنا كي يقول لك 240 مليلتر يعني كوب، هذاك الكاس اللي نشربوا فيه الماء والليموناد وكاع تاع كاس تاع ليموناد. فوالا، هذا يعني يكون ماشي كبير كبير. لا، هذاك اللي كاع العائلات راه عندهم كيفاه يكون. كي نقولوا 180 مللتر يعني ثلاث ارباع الكاس، كاس راكي غادي تدي تقلعي منه ربع وثلاث الارباع تديهم، كي نقولوا 180 مللتر. نعم. كي نقولوا 60 مللتر يعني ربع. صح، ربع كاس. ربع كاس. كي نقولوا 15 مليلتر
راه عندنا مغرف كبيره، ملعقه كبيره كبيره حليب ولا جو ولا ما ولا كي نقولوا 5 مللتر يعني ملعقه صغيره تاع قهوه. صح. نروحوا لدروك للدقيق يعني للفرينه. نعم. كي نقولوا 140 غرام معناتها كوب دقيق، هذاك الكوب اللي قلنا تاع الماء تاع الليمونات هذاك. كي نقولوا 105 غرام يعني 3 ارباع كوب، دونك نقلعوا غير ربع في الكاس، الربع نقلعوه. نعم. واه هذه هي. كي نقولوا 50 غرام يعني الثلث، نقسموا الكاس على 3 ندوا الثلث منهم. نعم. كي نقولوا 35 غرام يعني ندوا الربع، نقسموا الكاس تاعنا على نص ونزيدوا ربع. فوالا. كي نقولوا 10 غرام يعني ملعقه طعام كبيره. نعم. مفهوم؟ نعم. نروحوا لبودرة الكاكاو. عندنا كي نقولوا 105 غرام يعني كوب من الكاكاو. هنا كي تعمر الكوب ماذا بها تخطاها شويه باسكو شي يهود مليح باه يهود باه يتعمر. نعم. نيشان. نعم. كي نقولوا 80 غرام 3 ارباع كوب يعني نقلعوا ربع واللي بقى هذاك نستعملوه. كي نقولوا 25 غرام معناتها ربع كوب. كي نقولوا 7 غرامات معناتها ملعقة طعام كبيرة. كي نقولوا 55 غرام معناتها نصف كوب من الكاكاو. 55 غرام نص كوب، نص كاس نص... ليمون. هذه هي. كي نقولوا 70 غرام معناتها زوج تاع الثلث، ثلث وزيد الثلث. عينها هي ميزانها عندها الكاس تاعها. نعم. وتقسمه. صح. هذه هي. نروحوا لدروك للسكر، السكر العادي. نعم. عندنا كي نقولوا 200 غرام سكر معناتها كوب. كي نقولوا 150 غرام معناتها 3 ارباع كوب. كي نقولوا 100 غرام يعني نصف كوب. كي نقولوا 70 غرام هي ثلث كوب. كي نقولوا 50 غرام ربع كوب. كي نقولوا 15 غرام معناتها ملعقه كبيره تاع السكر. نروحوا السكر غلاس. كي نقولوا 160 غرام غير بشويه الشيف راني نجري انا غير ضيق الوقت باه نعطيهم اكبر عدد من صافي في الاخير. واش وا السكر السكر غلاس سكر غلاس وا. كي نقولوا 160 غرام معليش كاع يسقسوني من بعد نعاود في الحساب الاخر ان شاء الله يا ربي. نعم. 160 غرام سكر رطب معناتها كوب. ايه. كي نقولوا 120 غرام سكر رطب 3 ارباع كوب. 80 غرام نصف كوب. 55 غرام ثلث الكوب. 40 غرام ربع الكوب. و10 غرامات ملعقه طعام كبيره من السكر الرطب. اخر شيء هي المايزينا. نخوفوا ما يبقاش الوقت دقيقه. 125 غرام مايزينا هي كوب مملوء. نعم. 95 غرام مايزينا 3 ارباع كوب. نعم. 65 غرام مايزينا نصف كوب. 40 غرام هي ثلث كوب. 30 غرام هي ربع كوب. و8 غرامات هي ملعقه طعام كبيره مع مرانيشا. ان شاء الله يا ربي تكونوا استفاديتوا. ان شاء الله يا ربي. شكرا لك حبيبتي شيف فاطمه. اذا كملتي سوا سوا مع الوقت.